التاسعة بتوقيت اليمن، هذا صلاح بابقي يحييكم إلى حوار جديد على المهرية لمناقشة أهم القضايا اليمنية. اليوم حلقة خاصة حول المعلومات التي كشفها الوزير صالح الجبواني عن استهداف الجيش اليمني من قبل التحالف السعودي الإماراتي وبقية سياساته التي تبدو استهدافا للبلاد وسيادتها ووحدتها. إذن كان هناك ترقب يمني واسع لما سيقوله ويكتبه وزير النقل المستقيل صالح الجبواني، خاصة وأنه قد توعد بالكشف عمن استهدف 300 من ضباط وجنود الجيش اليمني الذين كانوا يقومون بواجبهم الوطني لإنقاذ عدن من ميليشيات الانتقال الانقلابية. وقالها الجبواني: لقد كان رئيس الوزراء معين عبد الملك خلف إعطاء الشرعية لتلك الضربة، بل ولم تكن الإمارات وحدها المسؤولة، بل كانت غرفة العمليات المشتركة التي تضم الحليف السعودي الذي يقود التحالف. هل اتضحت إذن أسباب الإصرار السعودي على تسمية معين عبد الملك رئيسا للحكومة؟ وأين هو الرئيس هادي من كل هذا العبث؟ هل فعلا أنه يدعم معينا؟ أم أنه يتعرض للضغوط لكي يدعمه ويبقيه رئيسا للحكومة؟ عبد العزيز جباري، أحمد الميسري، فهد كفاين، والآن صالح الجبواني، جميعهم يتحدثون عن إدارة سعودية لليمن ضاعت معها مصالح اليمنيين. فما الذي تبقى من الشرعية اليمنية؟ هل المطلوب من الشعب الذي رفض الاستعمار والإمامة أن يقبل بحكم الجارة؟ أسئلة نبحث عن إجاباتها مع ضيوفنا وفي مقدمتهم معالي الوزير صالح الجبواني، ولكن بعد هذا التقرير. من دولة تتمتع بكامل السيادة والاستقلال إلى بلد تمارس عليه الوصاية الأجنبية ويتم التآمر على شرعيته وتعطيل مقدراته ومصادرة ثرواته الوطنية، هكذا أصبحت اليمن بعد التدخل السعودي الإماراتي الذي جاء بمبرر استعادة الشرعية والقضاء على الانقلاب، وظل طريقه إلى العكس من ذلك تماما، إلى دعم الانقلاب وتدمير الشرعية. مساع مكشوفة تجسدها تدخلات السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر في تقرير مصير اليمن السياسي وفرض شخصيات المقربة سعوديا لإدارة المرحلة المقبلة، بمعزل عن الشرعية التي يمثلها الرئيس عبد رب منصور هادي. وزير النقل المستقيل صالح الجبواني تحدث عن مهمة أوكلت للسفير السعودي ورئيس الحكومة المكلف معين عبد الملك، غرضها إطلاق رصاصة الرحمة على الرئيس هادي وشرعيته من خلال اتفاق الرياض الذي يجري الالتفاف عليه خدمة للميليشيات المدعومة من التحالف. الوزير الجبواني توعد بكشف تفاصيل قصف الجيش الوطني على أسوار عدن وتواطؤ قيادات في الشرعية لمنح الإمارات سك ارتكاب تلك الجريمة المروعة. حجر أساس واليوم الثاني يبدأ العمل. تصريحات الجبواني سلطت الضوء أيضاً على حقيقة مشاريع برنامج الإعمار السعودي، وتعيد التأكيد على دور البرنامج المتدثر بعباءة الإعمار والذي يخفي خلفه العديد من الأجندات التي سعت الرياض لتحقيقها منذ تدخلها في اليمن، كما هي أيضاً مشاريع الهلال الأحمر الإماراتي. ويبقى تساؤل الكثير من اليمنيين: إلى متى يستمر صمت الرئيس هادي وقيادات شرعيته عن تدخلات الرياض وسفيرها آل جابر التي لا شك ستضع نهاية مؤسفة لما تبقى من الشرعية وتضاعف الخطر المحدق باليمن أرضا وإنسانا؟ إذا مشاهدينا الكرام، للبحث والنقاش يسعدنا أن يكون معنا هنا في الاستوديو سيد عادل الحسني القيادي في المقاومة الجنوبية، وكذلك الآن مباشرة معنا وزير النقل صالح الجبواني. مرحبا بك مع الوزير. على شاشة قناتكم
الواسعة الانتشار. حياك الله معالي الوزير، شكرا لأنك خصصتنا بهذا اللقاء الأول بعد المعلومات التي كشفتها، وواضح أن هناك متابعة واسعة من الشعب اليمني لما تقول. ذكرت بأن المعلومات التي لديك هي من داخل غرفة العمليات المشتركة وقت استهداف الجيش اليمني الذي كان على مشارف عدن لتخليصها من الميليشيات. ما هي أبرز هذه المعلومات التي لديك؟ في البداية أحييك وأحيي الأخ عادل وأحيي المشاهدين الكرام. حياك الله. وأنا فعلا استلمت معلومات من ضباط استخبارات يمنيين كما أوردتها على التغريدات التي نشرتها قبل حوالي ساعة. نعم. فقد حدثت نوع من المشادات والخضة داخل أحدى غرف العمليات التابعة للقوات المشتركة. احتج الضباط اليمنيين عن اللي يحصل. طبعا الذي حصل شيء مريع وشيء لم يكن متوقع من دولة عضو في التحالف تقصف الجيش الذي جاءت لنصرته. فكان ان زملائهم الضباط من التحالف الاخرين هدأوهم على اساس انه يا جماعة الامارات اخذت غطاء للضربة، وانت تعرف ان الامارات تتحسب لكل خطوة تقوم بها وتبحث عن غطاء من الشرعية نفسها لكي تمرر هذا في حالة ما سؤلت تم سؤالها يوما ما. ففعلا هذا الضابط أكد أنه نحن استلمنا يعني تأكيدات من أحد الشخصيات الدبلوماسية أن رئيس الوزراء يعلم بالقصف هذا، وأنه قد غطى القصف هذا بإعطاء الضوء الأخضر للإماراتيين على اعتبار حسب الوصف حين أنه هؤلاء هم دواعش وهم أخوان وهم قاعدة إلى آخر من هذه المعزوفة. طيب، يعني رئيس الوزراء هل اتخذ هذا القرار بإعطاء الشرعية للضربة الإماراتية بعيدا عن رئيس الجمهورية ووزير الدفاع أم ماذا؟ هو رئيس الجمهورية ووزير الدفاع علاقتهم مقطوعة بالإمارات تماما. نعم. وفي خصام معروف بينهم وبين رئيس الجمهورية ووزير الدفاع، يعني لم يكن أمامهم إلا الاستعانة برئيس الوزراء الذي لديه سجل حافل معهم من أيام الثورة الشبابية وليس من أيام وجوده في رئاسة الحكومة. هذا الرجل مرتبط بالإماراتيين، وهذا الرجل أحد صناع اتفاق الرياض، ونحن عندما اعترضنا على المحادثات التي جرت في جدة كان يومها معين مصر، وكان يسهر كل ليلة مع الوفد الإماراتي ويذهبون حتى الشيشة كانوا يسمروا مع بعض، يعني لم يكن يسمر مع زملائه من الوفد اليمني. ارتباطات الرجل واضحة، الرجل غطى على انقلاب عدن، وأنا أذكر أنه بعد انقلاب عدن من قبل ميليشيا الإمارات، وبعد ما ذهبنا يعني بعد المذبحة وكنا في اجتماع المجلس الوزراء في السفارة اليمنية بالرياض، رفض أن يدين القصف الإماراتي وقال سنطلب في البيان تصحيح العلاقة مع التحالف. فأصرينا ووقفنا بجد أمام هذا يعني التخاذل من قبله، لم نكن نعلم حينها أنها مشترك في العملية. فأصرينا وأخذنا أصوات غالبية المجلس، وفعلا عملنا بيان وجلسنا على البيان. قالوا خلاص نحن بنطبع البيان وبنوديه للإعلام، قلنا لا، لم نكن نثق بهم على الإطلاق، رئيس الوزراء وسكرتاريته. جلسنا حتى تم طبع البيان في قاعة الاجتماع ونحن من نشره في وسائل الإعلام. فالرجل سيرته مشبوهة، وهو من كان عمود رئيسي في موضوع اتفاق الرياض. طيب، ولماذا فرضوه رئيسا للوزراء؟ هذه سيرة كلها حلقات مترابطة. سأعود إلى هذه النقطة، ولكن إذا رجعنا إلى أغسطس عام 2019
كنا في ذلك الوقت نلاحظ نشاطاً لوزير الخارجية محمد الحضرمي، وذهب أيضاً بعد ذلك إلى الجمعية العامة وأدان الدور الإماراتي. هل تم ذلك أيضاً بمعزل عن رئيس الوزراء وعدم رضاه؟ كما أوضحت لك أنه نحن فرضنا بيان الإدانة على للفعل الإماراتي القبيح الذي صار في العلم، بينما كان رئيس الوزراء يريد أن نأتي ببيان نطالب فيه بتصحيح العلاقة مع التحالف مع الإمارات. فالرئيس طبعا ده كان له موقف آخر بكل تأكيد، وأنا أعلم هذا شخصيا، والرئيس هو من ساعد في أن يذهب الوزير إلى نيويورك، وكذلك مندوبنا الدائم في مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة، يعني لإدانة هذا الفعل وإصدار تلك البيانات والخطب الذي ألقيت في الأمم المتحدة ومجلس الأمن حينها. أما معين لو كان الأمر كله بيده لم يكن يحصل من ذلك شيء. طيب الآن نحن نستذكر طبعا استقالتك من وزارة النقل احتجاجا على أداء رئيس الحكومة، كذلك كانت هناك اعتراضات من نائب رئيس الوزراء أحمد الميسري، وهناك احتجاج من عبد العزيز جباري نائب رئيس البرلمان. هذه الشخصيات كلها التي تعترض على معين عبد الملك، لماذا لم تجد أذنا من رئيس الجمهورية لإقالة معين عبد الملك كما قال قبل ذلك الدكتور أحمد عبيد بن دغر؟ هو للأسف لأن بن دغر يعني كان موقفه موقف وطني، وكان ضد التصرفات التي تفعلها الإمارات والتحالف أحيانا بكله، فوقفوا ضده. لكن معين التحالف متمسك به. أنت تعرف أن في آلية تسريع اتفاق الرياض المادة الأولى تعيين معين عبد الملك رئيسا لمجلس الوزراء. صحيح. متى حصل هذا؟ متى حصل في أي اتفاق في العالم هذا؟ سلب لسلطات الرئيس السيادية. يعني أقروا لكي يضمنوا بقاء هذا الرجل، أقروا وجوده في رئاسة الحكومة في المادة الأولى لآلية التسريع، علشان الرئيس لا يستطيع أن يرفض هذا الشخص أو يحيله أو يقيله، لأنه صار أحد بنود الاتفاق الموقع عليه، وهنا الخطورة. وأنت تعرف في بداية اتفاق الرياض في المادة الأولى في اتفاق الرياض الجانب السياسي عدم وجود أي وزير شارك في الأحداث في عدن. نعم. طيب نحن كنا في عدن، نحن دافعنا عن مؤسسات الدولة وضد من؟ ضد المتمردين، ضد الميليشيات الإماراتية. العجب أنه هذا الاتفاق يأتي بالميليشيات هذه وزعماها إلى الحكومة ويشرعهم، ونحن يقصينا يخرجنا من إطار الحكومة. يعني شيء الذي حصل شيء مريع، ولكن الشرعية مستلبة للأسف الشديد. يعني نحن يعني أحيانا وضعهم في الرياض ووجودهم هناك يستلزم منا بعض العذر، لكن ليس دائما وليس في القضايا الكبيرة. لا 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 نعذرهم في مسألة مصير الوطن، يعني يجلسوا في الرياض ليأمنوا مصائرهم الشخصية ويجاملوا السعوديين ويجاملوا الإماراتيين على حساب الوطن، هذا مرفوض. ولذلك أنا اختلفت أنا ومعين عبد الملك عندما ذهب في نوفمبر 2019 إلى عدن حال توقيع اتفاق الرياض، والانتقاليين التابعين للإمارات لم ينفذوا ولا نقطة واحدة من الاتفاق. واتصلنا به وقلنا له لماذا أنت موجود في عدن؟ لماذا أخرج يا أخي؟ لا تعطي شرعية للإنقلاب، أنت تغطي الإنقلاب بوجودك في عدن. لم يسمعنا وبقي 3 أشهر في عدن، وهذا كان هو بذرة الخلاف الرئيسية بيننا وبينه. نحن قدمنا دماء، نحن قدمنا شهداء، نحن موجودين، يعني أبناءنا في عدن قاوموا وقاتلوا، ومن ثم بعد ما اجتاحت الإمارات وميليشيات مدينة عدن دخلوا إلى بيوتنا، والآن لنا سنة يعني جنودنا موجودين في جبهات الشيخ سالم والطرية والدرجاج وهذه المناطق. نقاتل من أجل من؟ نقاتل من أجل الجمهورية اليمنية ومن أجل الشرعية اليمنية. لكن
هنا الخطر يأتي علينا من الشرعية نفسها. الانتقالي عدو واضح سنقاتله، هو الإمارات الحوثي عدو واضح سنقاتله هناك على الجبهات. لكن الخطورة تأتي أنه اليوم يشلحون الغطاء السياسي لهؤلاء المقاتلين في أبين، لهؤلاء الصامتين في شبوة، للرجال الصامتين في حضرموت وفي مارب وفي المهرة. عندما يبدأون بتصفية الصف القيادي في الحكومة ثم سيأتون للمحافظين وسيحيلونهم يشيلونهم، ثم مدراء الأمن، ثم قادة الوحدات العسكرية. هذه مؤامرة، شوف هذه المؤامرة يستهدف بها في البداية أبين وشبوة للسيطرة عليهم مجددا من قبل الإمارات، ثم سيتم التمدد إلى حضرموت الداخل وإلى المهرة. البلد ليست معاهم، ليست مع الانتقالية ولا مع الإمارات، البلد معانا نحن مع الشرعية اليمنية. لكن الشرعية تذبح نفسها بنفسها، الشرعية تذبح رجالها وتأتي بهؤلاء الخونة، هؤلاء المتواطئين، هؤلاء المرتهنين، لكي يكونوا هم الشرعية، هم والانتقالي يكونوا شرعية، والشرعية الحقيقية يتم إفراغها من عناصر قوتها، ومن ثم سيتم استهدافها تمهيدا لإعادة احتلال المحافظات الجنوبية من قبل الإمارات ومعرب طبعا يأتي ليحتلها الحوثي. نعم، هذا هي الخطة. طيب، نحن شاهدنا طبعا جماهير الشعب اليمني في المحافظات الجنوبية وهي تخرج استجابة لدعوات الائتلاف الوطني الجنوبي في عدة محافظات رفضا لهذه المؤامرة التي تسميها، لكن أيضا وأنت تتحدث أن الشرعية تحاول أن تجامل السعودية بالرجوع إلى استهداف الجيش الوطني على مشارف عدن، إذا كان هناك قرار قد صدر وتطمينات من قبل معين عبد الملك لغرفة العمليات المشتركة، هل يمكن أن نقول أيضا أن السعودية ضالعة في هذه العملية وتمت برضاها؟ لا، هو شخصية دبلوماسية أرسلت رسالة للعمليات أنه يعني أهدوا، هناك في موافقة من رئيس الوزراء اليمني وبعلم شخصيات يمنية أخرى مسؤولة. فيعني الناس عندما يكون الموقف كهذا، أنه يعني مسؤول بالشرعية ومسؤولين بالشرعية يغلطوا مثل هذا الفعل الإجرامي، أكيد هناك سيحدث نوع من الارتباك ونوع من التشوش، ولهذا يعني الأمر جد خطير. يعني المذبحة هذه كانت مقدمة، كان قبلها انقلاب عدن، غطوا انقلاب عدن، ليس المذبحة هذه حسب، غطوا بعدها ضياع سقطرة، هذه قلت لك حلقات مترابطة بعضها في بعض، ثم صنعوا اتفاق الرياض وصنعوا آلية تسريعه. وأنا بقول لك الحقيقة، يعني الرئيس صحيح أنه في وضع صعب ومغلوب على أمره، لكنه هو اللي يرفض، لا زال هو اللي يرفض. يعني لماذا اتفاق الرياض لم ينفذ إلى الآن؟ سنة ما نفذوا الانتقالي، وكانوا يريدون أن تعلن حكومة كيفما اتفق، لكن الرئيس لا زال رافض، ونحن نشد على يديه أن يرفض قبل تنفيذ الشق العسكري والأمني، يسلموا السلاح ويخرجوا الوحدات العسكرية من عدن، ويتم الدين مع وحدات الجيش والأمن، ومن ثم نقل الجيش هذا إلى الجبهات مع الحوثي، وحينها تعلن الحكومة تتشكل حكومة. يعني لا ضير في ذلك، لكن أن يشكلوا حكومة لكي تستلب قرار الشرعية في المحافظات الجنوبية وتعيد الإمارات إلى أبين وشبوة، فهذا عين الخطر، هذا الذي نحذر منه. طيب معالي الوزير، يعني هناك من يقول الآن لماذا تأخر الحديث من قبل الوزير صالح الجبواني حتى هذه اللحظة ونحن على مشارف ربما حكومة جديدة؟ هل السبب هو أنه تم إقصاؤه وفريقه، يعني حلفائه ورفاقه من الوزراء من الحكومة؟ لا، هو ليس الأمر هكذا، ولكن أنا لم أحصل على هذه المعلومات إلا مؤخرا، فلو حصلت عليها من قبل كنت أفصحت عنها. الأمر بالنسبة لي أنا منذ دخلت هذه الحكومة وأنا لي موقفي ولي رأيي، ويعرفوه كل أبناء الشعب اليمني. لم
أتوانى أو أتأخر يوم في أن أوضح ما يحصل ونحن في ساحة المعركة، سواء في يناير 2018 أو في أغسطس 2019. فرأيي واضح وموقفي واضح، لكن هذا يتعلق بطبيعة الأمر. هذا المعلومات أنا لم أحصل عليها إلا مؤخرا. نعم، طيب الآن من يتحدث معنا هو وزير يمني وكان مطلع على كل الأحداث والآن وصلته معلومة جديدة. يعني في حالة مثل هذه، يعني أليس من المفترض أن يكون هناك انعقاد لمجلس النواب، محاكمة، محاسبة؟ لماذا نجد تراخي في التعاطي مع المعلومات التي تقولها سيد صالح؟ للأسف رئيس مجلس النواب نفس الطينة نفس العينة نفس معين. رئيس مجلس النواب هو ينتمي إلى الجناح في المؤتمر الذي يوالي للإمارات. رئيس مجلس النواب له تصريحات غريبة لا تليق بمستوى رئيس مجلس نواب اليمن. عندما سقطت سقطرة في أيدي الإنقلابيين صرح بأننا سنشكل لجنة تقصي حقائق. العالم كله عرف أن سقطرة قد ذهبت وقد كان محافظ احتلوا المحافظة ومبنى المحافظة ومبنى الأمن والجيش، وصاحبنا عاده يريد أن يشكل لجنة لتقصي الحقائق. لتقصي الحقائق يكون في الأمور المشتبهة الغير معروفة ملامحها. فهذه الأقطاب التي تديرها الإمارات هي تكمل بعضها. لكن مع ذلك أنا طالبت في أحدى تغريداتي بأن مجلس النواب يقف أمام المذبحة مجددا ويبحث فيها وفي تفاصيلها. طيب هناك أيضا موضوع آخر، أنت تحدثت أن المسؤول الكبير الذي غطى على عملية استهداف الجيش تلقى أموالا واشترى بها عقارات في دولة مصر، وهناك أيضا حديث عن أعمال ربما تتم تحت ستار البرنامج السعودي لإعادة الإعمار في اليمن، ربما يعني يثري منها بعض الشخصيات. يعني هل نتحدث أن مسؤولين في التحالف يتكسبون داخل الأرض اليمنية وفي غير صالح اليمنيين؟ هو البرنامج السعودي لإعادة إعمار تنمية وإعمار اليمن، طبعا التسمية كبيرة جدا، إعادة تنمية وإعمار اليمن. تخيل هذا البرنامج لم نرى منه أي إنجازات على الأرض غير اللافتات وأحجار الأساس. البرنامج هذا يقوم عليه سفير، إيش دخل السفير في موضوع تنموي وإعماري؟ هذا سفير دولة عند دولة أخرى، يعني عمله سياسي، عمله دبلوماسي، ليس له علاقة في هذا الموضوع. لكن السفير، وأنت لو شفت الاتفاقية الذي عملوها، يصادروا التجارة ويصادروا الاقتصاد والصناعة وحتى التراث الثقافي، وتصبح تحت رعاية وهيمنة هذا البرنامج. يعني آل جابر تحول شيئا فشيئا إلى الحاكم بأمر الله في اليمن. طبعا هذا الأمر لم نكن راضين عليه من البداية، لكن نحن نعرف ثقل المملكة العربية السعودية وتواجدها في اليمن، ونحن والسعوديين يعني علاقاتنا مختلفة عن علاقاتنا بالإمارات، بيننا حدود مشتركة وبيننا علاقات ومصالح وإلى آخر، وكنا لابد أن نصبر على بعض الأمور. لكن إن تصل الأمور إلى المس بجوهر القضية الوطنية بالجمهورية اليمنية، اللعب على أوتار المأساة الإنسانية لدينا، هذا أمر بالحقيقة يجب أن لا يتم السكوت عليه. البرنامج هذا القطبين اللي يقوموا عليه الجابر ومعين. معين منذ أن كان وزيرا وليس رئيسا للوزراء قبل. نعم. فأنا انتقدت إداء البرنامج، ولكن أنا لم أشتم ولم يعني أنت تقصد إنه مشكلتك الآن مع الجانب السعودي هي مشكلتك مع السفير الذي تجده متغولا يعني في الداخل اليمني؟
هو السفير هو سفير أيضا، سفير دولته يعني. فعندما يخطأ المفروض القيادة السعودية تتخذ موقف. طيب نحن ندرك الآن أنه العلاقة مع المملكة لا زالت علاقة حساسة، ولازم نراعي بعض الاعتبارات والأمور، ولكن هناك في مسؤولين سعوديين مخطئين. وأنت يعني اطلعت على آخر ما حصل في السعودية، أنهم قالوا رئيس قائد القوات المشتركة وأحالوا للتحقيق، وهو كان القائد العام للقوات المشتركة العاملة في اليمن طبعا. نعم. فلابد أن يفتح ملف في اليمن من قبل قيادة المملكة، والذين أساءوا والذين أفسدوا والذين يعني تجاوزوا مهماتهم يجب أن يتم محاسبتهم. إذن صالح الجبواني يطالب السعودية بفتح ملف المسؤولين الذين أفسدوا في الداخل اليمني. أشكرك جزيل الشكر وزير النقل المستقيل صالح الجبواني على أن خصصتنا بأول تصريح بعد المعلومات التي كشفتها للرأي العام حول المسؤول الأول عن ضرب الجيش اليمني على مشارف عدن. أعود الآن إلى ضيفي للتعليق على هذا الموضوع، دعوني أرحب بهما مجددا. القيادي في المقاومة الجنوبية عادل الحسني، وكذلك عبر سكايب عبد الواحد العوبلي الباحث الاقتصادي. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ منك سيد عادل الحسني، كيف تابعت المعلومات التي أثارها اليوم الوزير صالح الجبواني بشأن علاقة مباشرة لمعين عبد الملك في قصف الجيش الوطني اليمني على مشارف عدن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أنها يعني تصريحات مهمة تأتي من رجل مقرب من الدولة، بل رجل هو من الدولة ووزير لا زال في الدولة. إلى هذه اللحظة لم تقبل استقالة الأخ صالح الجبواني من الوزارة، فهو لا زال يعني وزير يعني، وكونها تأتي من صفة رسمية وشرعية لها وزنها السياسي. لكن الفصل فيها هو قد حسم الأمر بالقضاء وقال بيني وبينهم القضاء، فهنا القضاء يعني سيحسم في هذه الأمور التي والأدلة التي يمتلكها الأستاذ صالح الجبواني عن معين عبد الملك. حجم هذه المعلومة لكن سيد عادل الحسن، يعني يكون رئيس الوزراء هو من أعطى شرعية للإمارات أن تقصف الجيش الوطني هنا، كيف يمكن فهم أن يصدر رئيس وزراء قرارا بقصف جيشه؟ الحقيقة ربما حتى يعني طلب منه هذا بعد القصف، ربما أنا حقيقة أنا لست مطلع على شيء في هذا. طيب. هذا الأمور قلت لك فصل فيها الأستاذ صالح الجبواني بالقضاء يعني، لأن هذه أمور مهمة وخطيرة. لكن الذي أؤكد لك أن هناك كثير من الأشياء التي تقع فيها الإمارات أو السعودية تبحث لها عن مسوقات قانونية ورسمية. لك هذه المعلومة وهي تختلف تماما عن معلومة الأستاذ صالح الجبواني. طيب. لا يوجد أي قصف في اليمن للطيران إلا بتوقيع عبد رب منصور هادي. كل القصف الذي يحدث في اليمن بتوقيع عبد رب منصور هادي. عمليات مشتركة. باستثناء هذا الذي قصف جيشه، لا يعقل أن عبد رب منصور هادي يوقع على قصف جيشه، لكن أنا أكلمك على القصف الذي هو ضمن عاصفة الحزم. وكان أحيانا، وأنا كنت يعني ممن كنا في اللجنة الخاصة ونطالب السعوديين بقصف بعض الدبابات والمدرعات التابعة للجماعة الحوثي. نعم. فيتم قصفها ثم يؤتى بالتوقيع من قبل حتى هم يخرجوا من 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 الناحيه القانونيه، لا يحق لهم القصف في اليمن الا بتوقيع قانوني. فهنا لا يستبعد ان الاماراتيين ارادوا تغنين وشرعنه العمل الاجرامي الذي اقدموا عليه سواء كان بمعين او بغيره. ولكن كما قلت لك وانا اؤكد لك هذا الكلام، ان في الاخير كما اكد الاستاذ الجبواني ان القضاء هو الفاصل في هذه المسألة. لكن مما يدعمها ويؤكدها أشياء أنا وقفت عليها بنفسي، مثلا طيب. الجرائم التي كنا نرفعها عن السجون السرية في اليمن، عن الجرائم التي ارتكبتها الإمارات في اليمن، عن الاغتيالات التي تحدث، عن الميليشيات التي أسستها الإمارات في اليمن، كنا نصل إلى أمور كبيرة جدا في منظمة دولية. فيتدخل وزير حقوق الإنسان محمد عسكر، أظن اسمه. نعم. محمد عسكر، هذا مرتبط بالإمارات، هي ارتباط مباشر، يوقف التدخل الحقوقي، يبيضها تماما ويقول هذه ادعاءات واكاذيب ليس لها اساس من الصحه. بمبالغ طبعا تدفعها الاماراتيين، وهو يعلم كذب الكلام الذي يقوله، والكلام الذي نقوله نحن يعني سخافه ان ياتي وزير وينكره، لانه يصدر عن تقارير امميه
تقارير مجلس الامن، لجنه الخبراء، الامم المتحده، منظمه هيومن رايتس ووتش، منظمات دوليه اكدت وجود السجون السريه، واكدت اماكنها، حددت الاسماء، حددت الضباط الذين يشرفون على هذه السجون، ثم ياتي وزير تابع للشرعيه وينفي هذا كله. ايضا ذهب نائب وزير الداخليه علي ناصر لخشع الى جنيف واكد انه لا توجد سجون سريه. لماذا هذا كله؟ هذا يصب كله في كلام الذي قاله الاستاذ صالح الجواني، ان هناك شرعنه لكل ما يحدث. وانا حقيقه اقول اعود واكرر ان كل ما قاله الاستاذ الجواني هو عهده عليه وبينه وبين معين عبد الملك القضاء، ولكن هناك وقائع تؤكد على وقائع وقرائن انا اؤكدها لك. ان الامارات او السعوديه الاخطاء التي تحدث في اليمن وليست اخطاء هي متعمده، ولكن الكوارث والجرائم التي ترتكبها في اليمن تسعى الى ان تبلورها وتخرجها وتغننها شرعيا عن طريق هؤلاء الاشخاص وضعاف النفوس. هل هذا ما يفسر الصمت من قبل قياده الشرعيه تجاه كل هذه الانحرافات التي يشاهدها الشعب اليمني من التحالف في اليمن؟ والله حال الشرعيه حال مزري جدا يعني، وحال يعني مؤسف، وهي اليوم للاسف جزر متناثره ويقذفون كل في 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 ناحيه يعني، وحال لم نكن نرتضيه لهم. لكن هل لانهم غارقون ايضا فلذلك هم صامتون؟ هم غارقون في المشاركه في هذه الانحرافات؟ هم غارقون بالمال. لا توجد اي مصلحه لشخص من الشرعيه ان 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 تقصقص اجنحه الشرعيه الا ان تكون هناك مصلحه ماليه او وعود مستقبليه. وبعض الاشخاص للاسف الشديد عندهم طموح فوق اللازم، يهيئ له انه سيكون رئيس جمهوريه، يهيئ له انه سيكون رجل المرحله، يضحكوا عليه. في الاخير هم يستخدمون فيشترون صمته، يشترون توقيعه، يشترون صمته، يشترون موافقته، يشترون. يا رجل الحكومه الشرعيه لم تسحب السفير الاماراتي اثناء القصف في اي دوله يحدث هذا في العالم. دوله اعتدت عليك وقصفتك وخرج الناطق الرسمي الاماراتي وقال نحن من قصف. في اقل الاحوال، في اقل الردود الدبلوماسيه ان يتم استدعاء السفير اليمني. لم تفعل الشرعيه ذلك. لا شك انهم في الاخير هم ان التاريخ لن يرحمهم جميعا كلهم سواء كان الذي وقع او الذي صمت. طيب اذهب الان الى ضيفنا عبر سكايب عبد الواحد العوبلي الباحث في الشان الاقتصادي. مرحبا بك سيد عبد الواحد. استمعت معنا لتصريحات صالح الجبواني وزير النقل المستقيل حول مشاركة من قبل رئيس الحكومة في شرعنة انحرافات قام بها التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، كيف تعلق ابتداء؟ مبدئيا أنا أؤكد على كلام الأستاذ عادل الحسني. انه قد هذا الموضوع يجب ان يخضع للقضاء، ويجب ان يفتح للتحقيق من قبل النائب العام، وترفع الحصانه على كل من تم اتهامهم في هذا الموضوع الى ان تطلع نتائج التحقيق. لكن تاكيدا على كلام الاستاذ عادل الحسني انه هناك فعلا مسؤولين داخل الشرعيه عملهم ومهمتهم الوحيدة هي شرعنة المخالفات والاعتداءات والاحتلال الحاصل من قبل دول التحالف العربي على اليمن. يعني أنا أتذكر سبق وذكرت لك أخي صلاح أنه عندما سأل البرلمان الفرنسي شركة توتال عن سبب تحويل منشأة بلحاف الى الاغراض العسكريه وبقاء القوات الاماراتيه فيها وتحويلها الى سجون وكل هذه الانتهاكات، شركه توتال ذهبت الى البرلمان برساله واضحه وقالت نحن لدينا تعليمات من رئاسه الجمهوريه، وبالتالي هم مغطيين او يتم شرعنه ما بيحصل حاليا. يعني رغم ان هذا يؤثر على موارد الدوله ويمنعهم من أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه الموظفين، تجاه الشعب، كيف يعقل أن المسؤول اليمني يقبل بمثل هذه التجاوزات؟ المسؤول اليمني يقبل هذه التجاوزات بحقه،
وهو ما احنا قلناها زمان وسنكررها اليوم، ان مسؤولي الشرعيه حاليا مستفيدين من اطاله امد الحرب، واخر اهتمامهم ان تكون ان تنتهي الحرب، لانهم يعرفون ان لا مكان لهم في الخارطه سواء السياسيه او اليمينيه بمجرد انتهاء الحرب، وانهم سيكون مصيرهم الى مزبله التاريخ. فهم مصلحتهم ومصيرهم وحياتهم كلها مرتبطه باستمرار هذه الحرب. طيب وما هي مصلحه الشعب اليمني إذن؟ هل مصلحته ان ينتظر تشكيل حكومه جديده وينتظر منها الخير، ام لابد ان يبحث عن خيارات اخرى؟ الحكومه الجديده تذهب باتجاه عناصر ومسؤولين كلهم تابعين ومنبطحين لرغبات ولخطط التحالف. لا يوجد اسم داخل الحكومه الجديده لنقول نتامل ان يكون لديها الضمير الوازع الوطني ان يحرص على مصالح اليمن او ان يعمل على انهاء الحرب. لا يوجد، وكل ما هم موجودين الان سيكونوا مجرد تابعين ومنفذين للتعليمات التي تصلهم من ابو ظبي او الرياض. تحدث الجبواني عن فساد في البرنامج السعودي لإعادة الإعمار، هل لديك من تفاصيل في ذلك؟ أخي صلاح، من تقريبا من أكثر من شهر، من سنة ونصف، هناك حملة على السوشيال ميديا يقودها ناشطون ومتخصصون لمساءلة ومطالبة المنظمات التي تعمل في اليمن بتطبيق الشفافية ونشر التقارير المالية عن ما التقارير المالية والفنية المدققة عن ما يقومون به من أنشطة ومشاريع داخل اليمن، بحكم أن المانحين في كل فترة الإماراتيين والسعوديين كل مرة يطلعون يقولون أن أعطينا اليمن، منحنا اليمن، تبرعنا لليمن، والمبالغ وصلت لأكثر من 19 أو 20 مليار دولار فقط من الإمارات والسعودية. فكانت هناك مطالبة من الشعب اليمني يريد أن يعرف أين ذهبت هذه الأموال وما هو مصيرها، وبالفعل تمت مخاطبة المنظمات الأممية والمنظمات الدولية وطلب منهم أن ينشروا تقارير تفصيلية عن مصير هذه الأموال، وعندما لم يحصل تجاوب من المنظمة الأممية ورفضت رفض قاطع أن تنشر تقاريرها المالية، برغم أنها هذه المنظمات نفسها تنشر كل التقارير في كل مشاريعها في كل دول العالم، وعندما جاءت إلى اليمن رفضت أن تفصح عن ما تقوم. ما معنى ذلك سيد عبد الواحد؟ ما معنى ذلك؟ انتقلت الحملة إلى مرحلة أخرى، وهي أنه التوجه بالخطاب للمانحين، وفعلا تم مخاطبة السفير السعودي بحكم أنه المسؤول عن ملف المساعدات في اليمن، وأخبروا أنه ما هو مصير هذه الأموال التي تدعون أنكم قدمتوها لليمن. وكذلك تمت مخاطبة ريم الهاشمي وزير التعاون الدولي في حكومة الإمارات، وأيضا تمت مساءلتها عن ما هي مصير الأموال التي تدعون. الإمارات تدعي أن قدمت اليمن 5 أو 6 مليار دولار لليمن، والسعودية 14 إلى 15 مليار دولار حسب التصريحات، لأنه لا يوجد سجلات ولا يوجد أرقام واضحة ومحددة، وبالتالي تمت مساءلتهم والجواب والنتيجة كانت التجاهل تماما، ولم يتم الرد على أي من هذه التساؤلات. إذن أين الفلوس يا سيد عبد الواحد برأيك باختصار؟ من الواضح وحسب ما تتبعنا وحسب ما رأينا أن الأموال أغلبها وصلت إلى ميليشيا الحوثي، بحكم أنه هو المسيطر على مواقع عمل هذه المنظمات، والجزء الكبير الآخر ذهب إلى المنظمات أنفسها كرواتب لموظفيها و طيب جنوبا لا يوجد حوثي سيد عبد الواحد، اذا لمن ستذهب؟ جنوبا لا يوجد مساعدات، منظمات لا يوجد، حتى لا تعمل الا بشكل محدود جدا في المناطق المحرره. هناك 3 مليون نازح في مارب اخي صلاح لا يحصلون على خدمات من المنظمات الاموميه، وكل الاموال تذهب الى ميليشيا الحوثي في مناطق، وابناء المهره ربما يتحدثون بكل بجاحه. اذكر لك بس مثال صغير، طيب. كل بجاحه يخرج احد مسؤولي الامم المتحده ويقدم
20 سيارة لمشروع نزع الألغام التابع للحوثي، وكأنه لا يعرف أن الحوثي هو من ينزع من يزرع الألغام يعني أصلا. جهزوهم ليقوموا بزراعة المزيد. طيب واضح جدا. طبعا أبناء المهرة يتحدثون أن في عام 2018 تم وضع الحجر الأساس لمدينة طبية ولجامعة حكومية في المهرة برعاية البرنامج السعودي لإعادة الإعمار، وأعلن عن ذلك رئيس الجمهورية، ولم يتم بناء أي حجر في هذه المشاريع. ابقى معي سيد عبد الواحد، ربما أعود إليك إن بقي لنا وقت. أعود إليك سيد عادل حسني، الآن حكومة جديدة تشكل، رغم هذه الاتهامات القاسية بحق رئيس الحكومة الذي تم تسميته في الآلية التسريعية لاتفاق الرياض، هل نحن مقبلون على حكومة ربما مرتبطة تماما بالتحالف وليس لها علاقة باليمنيين؟ هي تأتي ضمن أطار المحاولات المتكررة من قبل التحالف السعودي الإماراتي في إنشاء أدوات جديدة. حاولوا عن طريق الميليشيات المسلحة، حاولوا عن طريق إنشاء كيان سياسي للمجلس الانتقالي، اليوم يحاولون عن طريق يعني استقطاب شخصيات مدجنة من الشرعية وتأهيلها وتمكينها من القرار. لكني أؤكد لك وأؤكد للسادة السامعين أنه يعني الشعب اليمني شبع عن الطوق وعرف وكشف هذه الأمور كلها، وقطرة دم سالت في أبين وفي شوه لكسر المشروع الإماراتي لن يستطيع من عبد الملك ولا غيرها أعادته. هناك طبعا حديث دائما عن الخذلان الذي تتصدره قيادات الشرعية، وشعب اليمني يراها يعني شخصيات وقيادات لا تمثل المزاج الشعبي، خاصة ونحن نتحدث عن المحافظات الجنوبية. ربما شفت أنت الجماهير الهادرة في المهرة وشبوة وأبين التي تقول نحن جنوبيون ولا يمكن أن يعطى الانتقالي حصصنا. برأيك كيف سوف ينعكس هذا التمثيل المختل داخل الحكومة على الشارع الجنوبي؟ أولا هم شركاء متشاكسون، وكل منهم يحمل يعني مشروع خاص به، وكل مرتبط بفريق في التحالف. على الأرض لن يصلوا إلى طريق مطلقا، ولن يتم تنفيذ الشق العسكري أصلا، وسيعود الخلاف من جديد. والذي يعتقد أنه بمجرد إعلان معين عبد الملك الليلة عن أسماء في الحكومة أن هذا كلام حبر على ورق. هل سيباشرون عملهم في عدن؟ هل سيتسلمون زمام الأمور؟ هل ستسلمهم الميليشيات؟ لن يسلمهم شيء، ولن يسمحوا للبرلمان أن ينعقد، ولن يسمحوا للوزراء الذين لا يريدونهم أن يأتوا إلى عدن، وستبقى الأمور كما كانت. فأصلا هؤلاء قد كانوا جزء من الشرعية، كان العيروس الزبيدي وهاني بن بريك والخبقي وإلى آخر كانوا جزء من هذا، وكان الخلاف موجود، لأن المخرج لا يريد الأطراف أن تصل إلى طريق، يريد زرع كنتونات تحالفات ميليشيات متصارعة ليبقى هو الماسك بزمام الأمور. لكن كما قلت لك وأكرر أن الشعب اليمني هو في الأخير الفيصل، وهو صاحب القرار وصاحب الأرض وصاحب الكلمة في بلده. طيب أعود إلى السيد عبد الواحد، وقد تم تمديد الحلقة قليلا. يعني سيد عوبلي، إذا كان هناك يعني شرعية أو شرعنة من قبل الدولة لممارسات وانحرافات تحالف عن أهدافه الحقيقية، كيف يمكن ملاحقة هذه الانحرافات وما تسببه من أضرار على الدولة اليمنية شعبا وإنسانا وأرضا، كيف يمكن ملاحقتهم قانونية؟ أتصور أنه المساءلة الشعبية يجب أن تتحرك. طيب. لا يجب أن يظل واحد أو اثنين هم فقط الذين يتكلمون، الجميع يجب أن يتحرك والجميع يجب أن يتكلم، و أن يكون هناك كما يقول تحرك شعبي لمواجهة هذه المخالفات. أن نظل موقف المتفرجين ليس من صالحنا وليس من صالح الأجيال القادمة. هل من المفترض على اليمنيين أن ينتظروا 30 سنة لكي تنتهي الحرب في اليمن، طالما هناك من قرر أن اليمن تظل ساحة حرب؟ هل نظل مثل الصومال مثلا 30 سنة نتحارب، أو مثل العراق 20 سنة، أو مثل سوريا 10 سنين؟ هل نفترض أن نظل كمنطقة صراع وحرب لأن هناك من قرر نيابة عنا أن ينقل معاركه إلى داخل أراضي الجمهورية اليمنية؟
فأتصور أن يجب أن يكون التحرك شعبي، ويجب أن يطلع كل مسؤول داخل مسؤولية داخل مؤسسات اليمن القضائية بمسؤوليته. النائب العام إذا لم يكن قادرا أن يقول كلمته وأن يقوم بعمله لفتح التحقيق في مثل هذه القضايا الكبيرة، وأن يحدد من المتورط الحقيقي في هذه المسألة، فما مهمته؟ ما فائدة وجود نائب عام أو قاضي قضاة أو السلطة القضائية بشكل عام؟ إذا كان هؤلاء الناس غير قادرين أن يقوموا بعملهم، يجب أن يضغط الشعب عليهم ليقوموا بعملهم. أو لكن ألا تتوقع أن هناك كانت رغبة مسبقة من قبل التحالف لتعطيل المؤسسات التشريعية والرقابية والقضائية داخل البلاد؟ يعني كنا نشاهد الاغتيالات في العاصمة المؤقتة عدن التي تجرف الحياة السياسية تماما فيها، ولم نجد أي تحرك لأجهزة أمنية ولا عدلية. صحيح صحيح، التحالف لم يعطل فقط المؤسسة الأمنية والمؤسسة القضائية، التحالف حتى عطل مؤسسة البنوك والنظام المصرفي لليمن والمؤسسات الحكومية. الآن أصبحنا نتعامل داخل شيل داخل كل وزارة وداخل كل قطاع، هم من يسيطرون على كل العمل، وهؤلاء الناس يجب أن يكونوا تابعين وملتزمين بالتعليمات التي تصل من اللجنة الخاصة. أشكرك جزيل الشكر عبد الواحد العوبلي الباحث في الشأن اليمني، شكرا على المشاركة معنا. أعود إليك سيد عادل الحسني، يعني الآن نحن نقرأ في صفحة الرئيس عبد الرب منصور هادي على تويتر جملة من الاجتماعات التي عقدها مع مستشاريه وأيضا مع رئيس مجلس النواب بشأن الحكومة الجديدة. يعني نريد أن نفهم، هل الرئيس فعلا يتعرض للضغوط الكبيرة أم أنه ينفذ ما يطلب منه هكذا من تلقاء نفسه؟ في بداية الأمر عندما حصل قضية اتفاق الرياض بعد المجزرة التي حصلت في عدن، كان الرئيس هادي يعني رافض هذا الأمر تماما حتى يعني تغادر الإمارات من عدن، فيعني السعوديين أقنعوا الإماراتيين أنهم يخرجوا من عدن إلى حضرموت، وبدلاً من تسلم الحكومة اليمنية عدن سلمت للقوات السعودية. صحيح. الميليشيات كما هي، فحصل تقاسم أدوار. ثم يعني الرئيس بقي على موقفه أنه لابد من عودة الحكومة، عودة البرلمان، عودة الحياة السياسية إلى عدن، حتى دخل محمد بن سلمان بنفسه على الرئيس، وهذا المعلومة أنا على يقين منها، ويعني أقنع الرئيس أنه يوقع على اتفاق، كان اتفاق جدة في تلك المرحلة. ثم نقل إلى الرياض، فعلاً اتفاق الرياض. اليوم مع تسارع الوقت وقرب الانتخابات الأمريكية، أيضا إصرار من الديوان الملكي لا بد أن يمر الاتفاق، لا بد من إعلان الحكومة قبل الانتخابات. لكن هناك حديث أن الرئيس مصمم على أن يكون هناك تنفيذ للشق العسكري أولا، هل سيصمد في هذا الخيار؟ الله أعلم، ربما هذا الجواب يكفي عن كلام طويل. أشكرك جزيل الشكر سيد عادل الحسني القيادي في المقاومة الجنوبية على مشاركتك معنا في التعليق على تصريحات وزير النقل المستقيل صالح الجبواني الذي أدلى بها إلى قناة المهرية بشكل خاص حول من كان خلف استهداف الجيش الوطني الذي أراد تحرير عدن من الميليشيات. وإذا بنا الآن نحن نغرق في وحل اتفاق الرياض الذي يكمل عاما كاملا لم ينجز منه أي شيء. شكرا على المتابعة مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقي كونوا بخير، السلام عليكم.